مولانا، أنا عايز أبدأ معاك، بس الحقيقة في دايما سؤال بيراودني. أنا بعرف حضرتك من سنين طويلة وبلتقي بفضيلتك كتير، لكن السؤال دايما كان بيراودني وعمري ما سألته، فهل تأذن لي أن أسأله؟ اتفضل. هل حضرتك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتز بهذا السؤال وأصدقك الإجابة أنها كانت المرة الأولى التي رأيت فيها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة. كان بالضبط وما زال في مخيلتي المنظر بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، وهو المسمى بالملتزم، وكان واقفا يطوف، وكنت خلفه وسرت خلفه، وكنت لسه طالب في السنة الرابعة في كلية أصول الدين. فلما عدت إلى المنزل وسألت والدي عليه رحمة الله، قال لي: أولا تفسير هذه الرؤية شيئان، الشيء الأول تبقى هتحج، بس هتحج من أنت لسه طالب، والأمر الثاني أنك أنت تتخصص في سنة الرسول لأنك ماشي خلفه. وفعلا كانت هذه السنة وكنا لسه ما امتحناش ولا خلصنا الامتحان، فقالوا: ده رئيس الجامعة بيسأل عنك. وكان القائم برئاسة الجامعة أنا إذن عليه رحمة الله الدكتور محمد أحمد سليمان، كان ماسك رئيس جامعة بالنيابة أو قائم بعمل رئيس الجامعة، كان بعد الشيخ البقولي تقريبا، اللي هو ابن الدكتور سليمان سعد سليمان اللي هو المشهور الجراح الكبير. المهم انه قال لي: يا سيدي، عاملين السنة دي من كل جامعة طالب هيحج، ووقع الاختيار عليك انك الطالب المثالي فهتحج. قلت: يا الحمد لله، بقت فرحة لا تطاق. والتفسير الثاني تخصصت فعلا في سنة الرسول، وأخذت الماجستير والدكتوراه في سنة الرسول بعد ما تخرجت من الكلية. بس الشاهد أن المرة الأولى دي وأنا طالب وشباب ما سبناش يا دكتور عمرو مكان في مكة ولا المدينة ولا المشاعر إلا ورحناه شباب. ولذلك أنا أنصح أي شباب يستطيع أن يحج، أو أي إنسان في صحته يستطيع أن يحج، فليبادر، لأنه يستمتع بالمواقع التي فيها السيرة النبوية وفيها خطوات الرسول عليه الصلاة والسلام. صعدنا على جبل حراء، دخلنا الغار اللي نزل عليه الوحي، وصلينا فيه وما سبناش مكان. يعني الشاهد كانت رحلة لا تنسى. وهل تكررت رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، الحمد لله. وبعدين تصط في سنته، فاحنا الان نعيش مع كرم الرسول عليه الصلاه والسلام. وكما يقول بعض العارفين: ما غاب عني رسول الله لحظه، الله، ولو غاب عني لحظه ما عددت نفسي في المسلمين. يقول هذا احد العارفين بالله من سلفنا الصالح، لانه في كل لحظه الواحد يعيش مع الرسول، حتى اما ياكل وبسم الله الرحمن الرحيم يتذكر الرسول، يشكر ويقول الحمد لله، حتى إذا دخل لقضاء حاجته أعوذ بالله من كل حياته التطبيقية والعملية معنا دائما وابدا عليه الصلاة. هل أوصاك بشيء عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة في أحد رؤياك؟ هو يعني ما انفطر إليه القلب وانجذب إليه القلب أن أنتصر لسنته، هذا من جذب إليه قلبي. ولذلك وأنا طالب كنت بكتب في السنة، وقبل أن أتخصص في السنة كنت بكتب في شوامخ أئمة الإسلام
لدرجة أني كتبت عن سيرة الإمام أحمد بن حنبل وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل وأنا طالب حتى لم أتخصص بعد في الدراسات العليا لسه. فالشاهد كان انجذابي إلى الدفاع عن الحديث النبوي وهذا ما عشت من أجله. فالحمد لله أخرجت 150 كتاب، منهم موسوعة في السنة، منهم شرح صحيح البخاري اللي هو 16 مجلد كتبته في 17 عاما، وكان القائم على دار الشعب أنا إذن طلب مني، وبعد أن رؤيا رأت فيها الرسول وزرت الرسول وزرت الإمام البخاري في أحد المؤتمرات، فلما قال لي قلت له موجود الاستعداد عندي والتهيئة النفسية موجودة، وبدأت انطلعه أجزاء صغيرة واكتمل في 16 مجلد، كل مجلد 600 صفحة. والحمد لله شعرت بأن هذا أعظم انتصار للإسلام ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة الفترات التي تعرضت فيها السنة لهجمات شرسة من أعداء السنة النبوية. ربنا يبارك في فضلتك دايما وينفع بك دايما والله، يعني مش عارفين نقول ايه، فأنت فعلا حافظ لهذه السنة النبوية ومدافع عنها، وفي يعني في مواقف صعبة كانت تظهر هذه المواقف العظيمة والنبيلة من فضلتك. الحمد لله.